السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهر رمضان مبارك لنا ولكم أحبتي المشاهدين. واحدة من المواضيع التي أثير عليها اللغط سابقا وأعيد تكرار الأسئلة التي طرحت في السابق لتطرح بشكل جديد مرة أخرى في زماننا هذا. واحدة من المشاكل والمسائل التي أثير عليها لغط كثير مسألة الخمس، هل الخمس واجب أم غير واجب؟ إن كان واجب هل هناك دليل من الآيات أو الروايات على وجوب الخمس؟ أموال الخمس على من تصرف وإلى أين تذهب ومن أين تأتي؟ كل هذه التفاصيل نطرحها إن شاء الله في هذه الحلقة ونحاول أن نجيب عنها بصحبة ضيفنا سماحة السيد رشيد الحسيني. إذن أجمل ترحيب بكم أحبتي المشاهدين، وكذلك الترحيب موصول بضيفي سماحة السيد رشيد الحسيني. حياكم الله سماحة السيد، شهر رمضان مبارك علينا وعليكم وتقبل الله أعمالكم. سلمكم الله تعالى، بارك الله بكم وتقبل الله أعمالكم، وشهر كريم عليكم إن شاء الله تعالى. إذن أحبتي نبدأ هذه الحلقة بعد فاصل قصير، ابقوا معنا. حياكم الله وبياكم مرة أخرى أحبتي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. عدنا لنبدأ هذه الحلقة مع سماحة السيد رشيد الحسيني الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف. حياكم الله مرة أخرى سماحة السيد. سيدنا، ما هو الخمس وهل هو واجب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. في واقع الحال أيها الأحبة الكرام، أن الخمس فريضة شرعية ثابتة على كل مسلم وغير مسلم، بمعنى أن الخمس هو ثابت وواجب على كل من اكتسب مالا وحصل على غنيمة، سواء كان مسلما أو غير مسلم، بالغ أو غير بالغ، وهذه تفاصيله الفقهية في محلها. ولكن في واقع الحال الخمس بمعنى 20% من مال الإنسان لابد أن يدفعه إلى موارده، والموارد التي نص عليها الشارع هي في واقع الحال المساكين والفقراء وأبناء السبيل واليتامى وما إلى ذلك. وهذه مصارف الخمس في واقع الحال حددته الآية الكريمة من سورة الأنفال، حيث قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. هذه الآية المهمة والأساسية في القرآن الكريم تحدد على أن الخمس لمن يصرف، وهو الحق من. فالإنسان إذا حصل على مبلغ، لنفترض أنه 100,000، فإن 100,000 في واقع الحال خمسه 20,000. هذا الخمس هو في الواقع خمس كل ما يحصل عليه الإنسان
وكان زائدا عن حاجته ومؤونته. وهذه قضية لابد أن نبينها بشكل واضح وبشكل مؤكد، أنه ليس كل شيء يحصل عليه الإنسان من المال ويكتسب الإنسان من المال عليه خمسه أبدا، إنما الكلام ما زاد عن مؤونة الإنسان، ما زاد عن مصرفه، ما زاد عن حاجته. يعني إذا كان الإنسان يحصل مثلا 1,000,000 دينار ويصرفها، يصرفها في حاجاته، يصرفها في سفره، يصرفها في مؤونته، فإنه إذا أكمل هذه 1,000,000 كلها ليس عليه خمس، ليس عليه خمس. فإذا كل شهر 1,000,000 دينار يصرفها على بتمامها في مواردها، يعني في حاجات الطبيعية، فهذا إلى الأخير ليس عليه خمس أصلا. إذا الخمس وين؟ الخمس أين يمكن أن يثبت؟ الجواب فيما زاد، ما يفضل من مؤونته، ما يزيد من حاجته، الخمس يثبت في هذا المقدار. فأنا شخصيا إذا كان 1,000,000 دينار مدخولي وأصرف 800 فقط، 800 على البيت وعلى الأطفال وعلى المدارس وعلى الضيافة وعلى ما إلى ذلك، فتبقى 200. هذه 200 إذا بقيت ولم تصرف في الشهر الثاني، والشهر الثاني أيضا أضيف منه أو زاد منه 200 وهكذا، فإنه هذه 200 يتعلق بها الخمس فقط وليس كل ما أحصل عليه. جيد. هذه المغالطة اللي تحصل أو هذا التشويش الذي للأسف يثار، أنه الإنسان كل ما يحصل من المال يجب عليه أن يخمس، فهذا كلام غير دقيق. سماحة السيد، نعم. الخمس، إذن عمدة الأدلة على وجوب الخمس هي الآية التي ذكرتموها، هل هناك روايات تعضد هذه الآية؟ وروايات كثيرة، سأستعرض لكم بعض الروايات حتى الإخوة يكونوا على بينة من أمرهم. تفضل. أذكر لكم؟ نعم تفضلوا سيدنا. نعم؟ نعم يا حبذا لو تنقل لنا بعض الروايات. استعرض الآيات، عفوا استعرض الروايات، أكو مشكلة. نعم؟ نعم سماحة السيد، إذا بالإمكان أن تستعرض الروايات التي أوجبت أو التي مفادها وجوب الخمس يا حبذا لو نسمع إن شاء الله. قبل أن أستعرض الروايات لا بأس أن أبين شيء قد البعض يتشبث به، يعني يتشبث بهذا الأمر، يقول أنه هذه الآية لابد أن نقف عندها. الآية الكريمة واضحة، أنه إذا غنمتم واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه. هنا الكلام في مسألة الغنيمة، فإن دلالة الآية واضحة أنه الإنسان إذا غنم في الحرب وحصل على شيء من الغنائم فلا بد أن يستخرج خمسها. كل المسلمين سواء سنة أو شيعة بل يذهبون إلى أنه الغنائم التي تؤخذ في الحروب وفي الغزوات، هذه الغنائم لابد أن تخرج، يخرج منها مقدار الخمس، حتى السنة وكل المسلمين. ولكن وين الإشكال؟ أين الإشكال بيننا وبين غيرنا؟ هي تفسير هذه الكلمة، كلمة الغنيمة. كلمة الغنيمة بحسب الظاهر اللغوي، الغنيمة بمعنى الفائدة، الغنيمة بمعنى حصول شيء يسمى بمكسب، أنت تغنم شيء يعني تحصل على شيء. اغتنم، لما الرواية تقول اغتنم عمرك أو اغتنم فرصتك أو اغتنم على حال وقتك، بمعنى حاول أن تكتسب أو تستغل الفرصة التي عندك والمكسب الذي حصلت عليه. فبحسب المعنى اللغوي الغنيمة بمعنى المكسب والربح والشيء الذي يحصل عليه الإنسان، ولكن جاء علماء الفرق الإسلامية خصصوا هذه الآية بأن الغنائم يعني تلك التي يحصل عليها في الحروب،
وفي الحرب خاصة. وتخصيص هذا الأمر اعتبروا أنه الخمس فقط في غنائم الحرب. ونحن شيعة ونحن المذهب الاثنى عشري بحسب الروايات الكثيرة التي عندنا وبحسب دلالة الآية الكريمة نعتقد على أن الغنيمة هي كل مكسب وكل ما يغتنمه الإنسان. سماحة السيد، أنا لم أريد أن أتوقف على هذه الآية باعتبار لو تسمح لي سيدنا، نعم، باعتبار أن هذا اللفظ هو لفظ عام والعام يشمل جميع المصادق، فلا أريد أن أتوقف على هذا اللفظ، بل أريد أن أعرض هذه الآية بمجموعة من الروايات. لذلك طلبت من جنابكم استعراض روايات تكون معضدة أو عاضدة لهذه الآية، لأن واضحة الدلالة، الآية واضحة الدلالة أن الغنيمة تعني كل مكسب يحصل عليه الإنسان وليس فقط مخصصة بالحرب. فاللفظ المطلق واللفظ المطلق إذا أطلق يراد منه جميع المصادق. لا، أحسنتم. نعم، ولكن القرطبي يعني في تفسير القرطبي لما يجي يفسر كلمة الغنيمة يفسرها بالمعنى اللي احنا نروح إليه، يعني احنا اللي نعتبره وهو كل ما يغنمه الإنسان، كل ما يكسبه الإنسان ويحصل عليه. ولكن شو يقول أن المعنى العرفي هو غنيمة الحرب، وهذا خلاف الظاهر طبيعة الحال. نعم. وكذلك في كنز العمال، في كنز العمال أيضا في مستدرك الحاكم أيضا هناك رواية تدل على أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله أعطى خمس الغنائم إلى قبائل وعشائر لم تحارب أصلا. وهذه قرينة واضحة على أنه الغنيمة ليست هي في الواقع غنيمة الحرب فقط، وإنما لكل المسلمين سواء حاربوا أو لم يحاربوا، فهي ليست مختصة بالحروب. نعم. هذا نتجاوز عن هذه النقطة حتى نتناول بعض الروايات، وأرجو أن تلتفتوا الروايات التي ذكرها علماؤنا في الموسوعات الروائية والأحاديث الشريفة هي في الواقع كثيرة، وأحاول الآن أذكر لكم بعض هذه الروايات. الشيخ صاحب الوسائل الحر العاملي ذكر باب، خصص بابا محددا في مورد الخمس ودليل الخمس، وذكر لنا عدة روايات تصل إلى 12 رواية أنا أذكر لكم بعض الروايات. الرواية الأولى هذه ذكرها الشيخ الكليني في الكافي الشريف عن أحمد بن محمد بن عيسى عن يزيد قال: كتبت جعلت فداك. هذا الراوي يقول كتبت رسالة، يزيد هو من رواة الإمام الصادق عليه السلام، عليه جعلت فداك تعلمني ما الفائدة وما حدها. نعم، بلا إشكال، الرواية الإمام الصادق كتب الإمام الصادق، والإمام الصادق يجاوى على أن مولاي الفائدة شنو معناته، الفائدة الغنيمة شنو معنى الفائدة، معنى الغنيمة اللي ورد في الآية شنو معناتها وما حدها. رأيت الكاتب يقول: رأيت أبقاك الله، يدعو للإمام، أبقاك الله أن تمن علي ببيان ذلك لكي لا أكون مقيما على حرام لا صلاة لي ولا صوم. فكتب عليه السلام: الفائدة، اسمعوا شبابنا، الفائدة يعني الغنيمة، الفائدة مما يفيد إليك من تجارة من ربحها وحرث بعد الغرم يعني من الزراعة أو جائزة. موارد الغنيمة والمكسب هي هذه، ربح التجارة أو محصول الزراعة أو الجوائز اللي يحصل عليها الإنسان. هاي الرواية الأولى. الرواية الأخرى يذكرها محمد بن إدريس في صاحب السرائر عن أحمد بن هلال عن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كتبت إليه. هنا كتبت إليه لا يعني أنه شخصية مجهولة، وإنما
هنا في واقع الحال يقصد بها الإمام صلوات الله وسلامه. هذه رواية مضمرة، ولكن قيل على أنها حجة باعتبار أن مرسلات ابن أبي بصير هي مسانيد غيره. كتبت إليه في الرجل يهدي إليه مولاه، رجل عبد يهدي إليه مولاه والمنقطع إليه هدية تبلغ 2000 درهم أو أقل أو أكثر، هل عليه فيها الخمس؟ استفتاء جيد. يا واحد حصل على هدية من واحد، من مولاه، من رئيسه، من ما أدري، من مسؤولة، حصل هدية 1000 درهم أو أكثر أقل، عليها $5، سؤال في محله. فكتب عليه السلام: الخمس في ذلك، الخمس في ذلك. وعن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال، إنما يبيع منه الشيء ب100 درهم أو 50 درهم. قال: ما أكل، يعني ما أكله صاحب البستان لا خمس عليه، وأما البيع فنعم هو كسائر الضياع. جيد. شوفوا الروايات تدل على أن المكسب اللي تحصل عليه سواء كانت مكاسب زراعة أو تجارة أو ما إلى ذلك يجب أن تدفع فيها الخمس إذا كان أكثر من حاجتك وبقيت أكثر من مهونتك الفعلية. جيد. سمحت سيد، هناك طائفة أو مجموعة، عفوا، هناك مجموعة يدعون أن الإمام سلام الله عليه أسقط الخمس عن الشيعة في زمانه وقال أما الخمس فقد وهبناه أو أسقطناه لشيعتنا، ما مدى صحة هذه الرواية أو ما مدى صحة هذا الادعاء والقول؟ في واقع الحال هذه يعني للأسف الشديد ضمن حملة ونوع من المواجهة لهذا الأمر الكبير اللي إذا سمح لنا الوقت نتكلم عن دوافع هذه الحملة والهجمة. ولكن تذكر بعض الروايات على أن الإمام وهب الخمس الذي له لشيعته، فلا بد أنه يكون الأمر ماذا؟ يكون الأمر بالنسبة للشيعة أمر ساقط، وهذا تعارضه روايات كثيرة وروايات في الواقع تقول على أنه من لم يدفع الخمس فهو في واقع الحال لا يباح له أن يستفيد أو ينتفع بماله قبل أن يدفع ماذا؟ قبل أن يدفع الخمس الذي في حقه. وهذا في واقع الحال الروايات المعارضة والفقهاء في بيان أو في بحث التعارض بين هذه الروايات يجدون أنه أيها أقوى وأيها أضعف، الرواية التي يمكن أن تكون فيها مرجحات فيسقطون الرواية التي فيها ضعف في مقابل هذه الرواية. إذا تسمحوا لي أن أقرأ لكم رواية علي بن مهزيار. بلي. يقول: قال لي أبو علي بن راشد، قلت له: أمرتني بالقيام بأمرك وآخذ حقك فأعلمت مواليك بذلك، فقال لي بعضهم: وأي شيء حقه؟ فلم أدري ما أجيبه. يقول: أنا مع الشيعة قاعد مع الجماعة، قلت لهم: يا جماعة ترى في أموالنا حق للإمام موجود، فسألوني أنه ما هو حق الإمام، فيسأل الإمام علي بن مهزيار، يسأل الإمام أنه شنو اللي أجاوبه، فبماذا أجيبه؟ فقال عليه السلام: يجب عليهم الخمس. فقلت: ففي أي شيء هذا الخمس؟ في أي شيء، في أي مورد؟ فقال: في أمتعتهم وصنائعهم. قلت: والتاجر عليه والصانع بيده؟ يعني التاجر أيضا لازم يخمس والصانع بيده اللي عنده صنعاء أيضا يدفع الخمس؟ فقال: إذا أمكنهم بعد مؤونتهم، يعني لابد أن يخرجون بعد أن يخرجون مؤونتهم وحاجاتهم الفعلية، فما زاد عن المؤونة لابد أن يدفعها إلى مصرفها وهو الإمام صلوات الله وسلامه عليه. نعم. سيد، سمحت سيد، إذا كان هكذا الروايات تؤكد على أهمية الخمس ووجوب الخمس وتتشدد في هذه المسألة، هنا ينبثق سؤال مهم: ما مدى أهمية الخمس للمؤسسة الدينية؟
سؤال مهم جدا انصافا. قبل ان اجيب على هذا السؤال اسمحوا لي ان اذكر هذه الروايه اذا تسمحوا لي، لانه تضرب بالصميم هاي الروايه. تفضلوا ان شاء الله. قلت لابي جعفر الباقر صلوات الله عليه: ما ايس به العبد النار، يعني شنو أسهل شيء اللي يدخل الإنسان إلى النار، شنو الشيء الأسهل شيء يدخل به الإنسان إلى النار؟ قال عليه السلام: من أكل من مال اليتيم درهم، من أكل من مال اليتيم درهم ونحن اليتيم. شوف الإمام، ونحن اليتيم يعني لا تأكلون من أموالنا. وعن الإمام الباقر: لا يحل لأحد، اسمعوا يا إخوان، لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا. وعن أبي عبد الله الصادق: لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئا، ما يحق لواحد يشتري شيء من الخمس أن يقول: يا ربي اشتريته بمالي. ما لك حق أنت تشتري شيء وأموالك بتعلق بها الخمس وتقول: يا ربي اشتريت من أموالي، حتى يأذن له أهل الخمس. يعني إذا ما عندك إذن شرعي من صاحب الخمس وهو الإمام لا يحق لك أن تتصرف في هذه الأموال. جيد، نرجع إلى سؤالك الكريم، أنه ما هي أهمية الخمس بالنسبة للمؤسسة الدينية وللطائفة؟ طبيعة الحال هي ليست القضية مختصة بالمؤسسة الدينية ولا بالمراجع الدين ولا بالرجال الدين، إنما هي القضية في واقع الحال حق وجب على المسلمين الذين زادت على حال حاجتهم أو أموالهم زادت عن حاجتهم، فهنا لابد لهم أن يدفعوا خمس هذه الأموال إلى الذين ذكرتهم الآية: الأيتام، أبناء السبيل، والمساكين، وذوي القربى، وهم على حال السادة من بني هاشم وأولاد رسول الله صلى الله عليه وآله، طبيعي الفقراء منهم، الفقراء وليس السادة الأغنياء، لا يجوز ذلك. زين، هذا المصدر المالي الذي الآن عليه حال متعين على الجميع أن يدفعه، أسألكم سؤال قبل أن أجاوب، رجاء إخواني الشباب خلي يسمعوني. الآن الدول الأوروبية والأمريكية والشرق والغرب تشوفون أنه قائمة هذه الدول على الضرائب وعلى حسب تعبيرنا المخصصات التي تؤخذ من الشعب، سواء كانت ضرائب الدخل أو ضرائب على حال العمل وما إلى ذلك، فتشوفون أنه أوروبا الآن بعظمتها قائمة على هذه الضرائب، ولولا هذه الضرائب لكانت القضية بشكل آخر. أهمية وجود هذه الأموال وحسب تعبيرنا والدعم الداخلي للمؤسسة وللدولة وللمشروع، إذا لم يكن هناك نوع من الدعم الداخلي والفرض الداخلي لجزء من الأموال ما يستقيم مشروع إنصافا، لا يستقيم مشروع، بل أقول جازما أن الإسلام العزيز لم يكن ليقوم إلا على مال خديجة وسيف علي صلوات الله وسلامه عليه. فإذا كان مال خديجة لعب دور كبير رضوان الله تعالى عليها وهي أم المؤمنين إنصافا، كم دفعت من أموالها وكم بذلت من أموالها وأنفقت في سبيل إعلاء كلمة الإسلام ونشر الدعوة الإسلامية، هذا في واقع الحال ما كان الإسلام بهذا النوع أو بهذا الشكل يتوسع. إذن وجود الدعم المالي الداخلي من مقومات بقاء المشروع ونجاحه، لا إشكال ولا ريب. وجود هذه الحصة
من الأموال للوضع الداخلي ولتمشية المشروع الإسلام، هذا أمر ضروري جدا. نعم، الله سبحانه وتعالى جعل الزكاة، وهذه قضية لا خلاف فيها ولا شبهة، فإن الزكاة في واقع الحال وضعها في أموال الناس وفي أنعامهم وفي على حال زراعتهم، ولكن موارد الزكاة تختلف عن موارد الخمس. بمعنى موارد الصرف الزكاة هو لغير السادة، لغير أهل البيت، فالصدقة تكون لغير السادة، وحرم الله الزكاة على أهل البيت، وإنما جعل الخمس لهم فهو حقهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وعليه أيها الأحبة، وعليه، فإن الخمس في واقع الحال هو المصدر المالي الذي يمكن أن تقوم به المؤسسة الدينية والمذهب الحق في إدارة شؤونه بشكل من الأشكال. جيد سمحت السيد، البعض يصور أن هذا المال يصرف إلى السادة، يعطى للسادة، وكأنه يؤخذ من عامة الناس ليعطى إلى السادة. كيف يصرف مال الخمس، ومن هو المستحق؟ جيد، قبل أن أجيبك أريد أن أقول كلمة شوية حسب تعبيرنا فيها إثارة. أنا أقسم بالله، خليني أقول أقسم بالله العظيم وبالقرآن الكريم، لم نأخذ درهما من حقوق السادة بعد أن استغنينا، يعني الإنسان السيد المستغني، الإنسان السيد اللي في الواقع ما يحتاج وليس فقيرا، لا يجوز له أن يأخذ الخمس، لأن الخمس السادة أو الحصة التي للسادة للمنتسبين لرسول الله لا يجوز لهم أن يأخذوا إذا كانوا غير فقراء، وبين قوسين خلبين في قضية مثيرة للانتباه، أن المرجع الأعلى حفظه الله تعالى سماحة السيد السيستاني ما جوز، لم يجوز لطلبة الحوزة، اسمعوني جيدا، لطلبة الحوزة السادة أن يأخذوا الخمس من سهم السادة، وإن كانوا فقراء من الخمس وسهم الخمس السادة ما يجوز. لما سألناه سيدنا، ليش سيدنا وهم سادة علماء وطلبة، قال هؤلاء عجزوا أنفسهم، قال يروح يشتغل حتى يستغني. فأقول يعني شوفوا المغالطة اللي صايرة والهجمة، أن الخمس يصرفوها السادة والعلماء ويأخذوها ويبنون بها عمارات ويبنون بها ضيعات، وهذا كله كلام إنصافا بعيد عن الحق، بعيد عن الحقيقة. الخمس أيها الأحبة، ينقسم إلى قسمين، نصف سهم السادة الفقراء، ونصف إلى حق الإمام، حق الإمام، هذا مال الإمام الحجة صلى الله عليه وسلم، وهذا الحصة اللي مختصة بالإمام الحجة يصرف في شؤون المسلمين. إذا كان يتيما يكفل، إذا كانت هناك أرملة تدعم، إذا كان هناك مصالح المسلمين، مرضى، عجزة، على حال إدارة شؤون الأمة، هناك مبلغون، ناس يطلعون يروحون يبلغون بين الناس، وهؤلاء على حال لابد أن ماذا ندعمهم حتى يقوموا بعملية التبليغ. وأنتم الآن تشوفون مؤسسات العالمية لما يرسلوا مبلغ، كيف الدول، تدرون أنه الدول تصرف على المؤسسات الدينية عندهم بشكل كبير، لارتباط المؤسسات السنية بدولهم. ولكن الشيعة والحوزة العلمية الشيعية هي بعيدة عن كل سلطة، فلا يدعم لا من سلطة ولا من حكومة ولا من أي جهة رسمية، إنما هي في الواقع حالة من الاكتفاء الذاتي من خلال هذه الأموال التي هي للإمام صلوات الله وسلامه عليه. يذهب مبلغ أو لا، طلبة جايين من دول مختلفة أو تركوا مصالحهم وجاءوا للدرس والتدريس وصرف أموالهم وصرف أوقاتهم، الحوزة على حال المرجع الديني يرى أن هؤلاء المتفرغون
لطلب العلم وتحصيل العلم حتى ينشروا العلم ويروجوه، هؤلاء لابد أن يدار أمرهم. وتعرفون أن هذه القضية ليست قضية سهلة. فإذا هذا الأمر على أنه السادة مستحوذين على الخمس وعلى حال يصرفوها بشكل عام على حياتهم العامة، هذا في واقع الحال بعيد عن الحقيقة. سيدنا، لماذا الخمس تثار عليه كل هذه الشبهات خصوصا في زماننا هذا؟ هنالك هجمات متتالية ومتوالية وهجمات شرسة جدا تحاول النيل من هذا الركن الركين في الإسلام، لا سيما أننا نظرنا في أول هذه الحلقة أن هنالك كم هائل من الروايات والآيات التي تدعم الخمس. لماذا هذا الهجوم على الخمس في زماننا هذا؟ أحسنتم سؤال. أنا أعتقد أساس هذا البرنامج هذا السؤال هو في الواقع أنا أعتقد هو المحور المهم. شوفوا إخواني، طبعا الصوت يرجع أنا يشوش علي، أبعد هذا السماعة حتى أتكلم بشكل واضح. شوفوا إخواني الكرام، في مسألة الاستقلال المالي، الاستقلال المالي في المؤسسات العامة هي الاستقلال هو العامل الأساسي في عدم التأثر وعدم على حال عدم إمكان إفشال أي مشروع إذا كان مستقل ماليا. أضربكم مثال أو مثالين حتى يكون الأمر واضح. قريش لما رأت رسول الله صلى الله عليه وآله بدأ ينتشر وإسلامه بدأ ينتشر بين أهل مكة، ماذا عملوا؟ حاولوا يعذبوهم، يضربوهم، على حال يضعون الصخرة على صدورهم، وبدأوا أنه يقتلوهم ويسجنوهم، شافوا ما في فائدة. والإسلام بدأ ماذا ينتشر، فجعلوهم في شعب أبي طالب ومنعوهم عن الأكل والشرب، وصار حصار، حصار اقتصادي كبير جدا. أرادوا أن ينهوا قضية الإسلام بهذا الحصار. فشوفوا الحصار الاقتصادي والهيمنة الاقتصادية من أولى الخطوات والعوامل الأساسية لإفشال أي مشروع، لإفشال أي مشروع. والآن تجدون بعض الدول أو بعض الفئات عندما تكون لها مواقف جريئة أو مواقف معادية للهيمنة العالمية، تشوف عملية الحصار الاقتصادي والحرمان. الآن العراق يهدد بين فترة وأخرى، يهدد أنه لا نعطيكم الأموال وهي موجودة في بعض الدول. هذه كلها في الواقع عوامل مؤثرة في وأد أي مشروع وكسر وإفشال أي مشروع. فالقضية الاقتصادية قضية أنا أعتقدها القضية الأولى. الفكر مؤثر والثقافة مؤثرة، ولكن الفكر على بطن جائع صعب. الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الأمن الاجتماعي مبني على من؟ على الاستقرار الاقتصادي. أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فهذه في يعني ماذا؟ يعني إذا كان المجتمع جائع، إذا كان هناك مشكلة اقتصادية، فإن الأمن ينعدم. هؤلاء الذين الآن يحاربون الخمس يعتقدون أن مال الخمس من دور كبير في تقوية التشيع والمذهب الشيعي، والآن بدأت حتى علماءهم ودوائرهم ومؤسسات السنية تقول على أن الشيعة أقوياء لأنهم مستقلون من الناحية المالية. وهذا الاستقلال أمر على حال كبير وأساسي، وهم يخافون من هذا الأمر ولذلك يحاربون بشتى الطرق. فإذا هذه الحرب ليست على حال اعتباطية، وإنما يريدون أن يكسروا ظهر هذا التشيع أو هذا الوجود القوي الذي بدأ يغزو أفئدة الناس وقلوبهم بمنطقه وبدليله وبعلي حال نظريته الحقة. فهذا عامل مهم جدا. العامل الثاني أنا أعتقد في واقع الحال
هي دوافع شخصية. شلون دوافع شخصية؟ فإنه في واقع الحال لما يأتي الإعلام المعادي يتكلم مع أصحاب الأموال أنه أنتم تتعبون على أموالكم وتستحصلوها وبعدين تدفعوها إلى الطلبة إلى المعممين، وهؤلاء المعممون كذا وكذا، وتدرون هجمة صارت على العمامة وهجمة على المؤسسة الدينية وهجمة قوية على المرجعية، وتعرفون أيضا الآن قنوات في بريطانيا في لندن وغير لندن وصفحات أصلا هي مؤسسة تلك القنوات بأشخاصها ببرامجها لضرب الحوزة العلمية والمرجعية الدينية، فيحاولوا أن يدغدغوا مشاعر الناس أصحاب الأموال أنه أنت على أساس تعطي أموالك ترى هذا كذا وهؤلاء كذا، يحاولوا أن يثيروا في قلوب أصحاب الأموال الذين هم في واقع الحال يتعلق الخمس بأموالهم أن يثيروا القضية الشخصية أنه أنتم لا تخدعون ولا تغلبوا ويشككون في هذا الأمر. وأنا هذا أعتقد في واقع الحال أثر في بعض الناس، ولكن المتدين الصلب الإيمان والذي هو في الواقع يعرف القضايا بشكل واضح وعنده بصيرة في فهم المسائل أعتقد هو بعيد عن التأثر من هذه القضايا. العامل الأخير في واقع الحال هو الحقد الدفين من أعداء أهل البيت وأعداء التشيع الذين لطالما حاربوا مذهب أهل البيت وحاربوا المذهب الحق بعنوان روافض بعنوان مشركين، تدرون المد الوهابي والسلفي وعلى حال التيمي ابن تيمية وجماعته، هؤلاء في هالنصف قرن الماضي تقريبا أكثر من ذلك هم وجهوا حرابهم وأسهمهم في ضرب التشيع بطريقة أو بأخرى، ولا يمكن لهم أن ينالوا أهدافهم إلا أن يضربوا القوة الاقتصادية القوية التي يتمتع بها المذهب الشيعي الحق إن شاء الله تعالى. إذن هناك عداوات، هناك أحقاد من بني أمية وبني العباس ومن على حال ومن والاهم، وتعرفون أن القوم أبناء القوم، وما كان في كربلاء أصبح ورأيناه في داعش بشكل واضح جدا، قتل وتنكيل وتهجير وضرب وتهديم، وهؤلاء في واقع الحال لما يريدوا أن يقتلونا لما يريدوا أن يبيدوننا فبالأولى أنهم يشككون في أمورنا وفي مواردنا المالية حتى يضعفوا قوانا. سماحة السيد، هل هو محل إجماع عند يعني أهل الخمس محل إجماع عند أساطين المذهب؟ اليوم نتحدث عن كبار العلماء، علماء المذهب الاثني عشر الشيعي، هل هو محل إجماع عندهم؟ نعم، القضية الخمس سواء كان المدرسة الأصولية والمدرسة الأخبارية كلهم يقولوا بوجوب الخمس وأن الخمس ثابت على الجميع، ومن زاد من ماله ومن مؤونته أو من غنائمه فلا بد أن يدفعها إلى ماذا؟ إلى مستحقيها. نعم، يبدو هناك خلل بالاتصال. سمحت سيد، إذن لي أذهب وإياك وسادة المشاهدين لفاصل وأعود لمواصلة هذه الحلقة بعد تأمين الاتصال بشكل أجود إن شاء الله لتكون الفائدة أكبر في هذا السؤال المهم والمحوري. إذن أحبتي أذهب وإياكم إلى فاصل وأعود، ابقوا معي. حياكم الله من جديد أحبتي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، عدنا لنواصل هذه الحلقة المباركة، لا سيما وصلنا إلى سؤال محوري وجوهري ومهم جدا، هل الخمس
محل إجماع عند كبار علماء المذهب الجعفري الاثني عشري؟ هذا هو السؤال قبل أن ينقطع الاتصال مع سماحة السيد. إذن أرحب بكم مرة أخرى وأرحب بضيفي سماحة السيد رشيد الحسيني، حياكم الله سماحة السيد. سيدنا اليوم نتحدث عن كبار العلماء، السيد الخوئي، السيد الحكيم، السيد السيستاني حفظ الله الباقين ورحم الله الماضين، هل هم مجمعون على أن الخمس واجب؟ نعم أحسنتم. في واقع الحال إجماع الطائفة، علماء الطائفة كلهم مجمعون على أن الخمس من الواجبات الفرعية كالصلاة والصوم والحج والجهاد وما إلى ذلك من الأحكام والفروع الشرعية، ولم يخالف من علمائنا هذا الأمر، وهي قضية في الواقع مجمع عليها. ولا بد أن نلتفت إلى أنه إذا كان هناك رأي مخالف إلى هذا الرأي، يعني إذا واحد قال يا أبا فلان اللي الآن عند رأي خاص يقول أن الخمس واجب، فالذين يقولون بأن الخمس غير واجب أولا ليسوا من مراجع المسلمين، وإنما صاحب رأي، ولكن هو متأثر بالمدرسة مدرسة الخلافة، ونحن في الواقع نعتبر أنفسنا من مدرسة الإمامة، مدرسة النص والإمامة ومدرسة الخلافة التي هي المدرسة الأخرى للمسلمين، فإن الذي يتأثر بهم في واقع الحال قد يقول مقولة أخرى، ولكن إجماع طائفتنا وعلمائنا من الماضين، يعني من الشيخ المفيد والسيد المرتضى والطوسي والأردبيلي وغيرهم من فقهاء الأمة وصاحب الجواهر وسيد الخوئي وعلى حال الأعلام في حوزات مختلفة في قم المقدسة والنجف الأشرف وعلمائنا الآن كلهم يقولون على أن الخمسة من الواجبات التي لا خلاف فيها، لا خلاف في أصل وجوب الخمس على كل مسلم. ومصارف احنا بينا مصارف الخمس يكون على حال على الأيتام والمساكين وإدارة شؤون الأمة. سيدنا، هل تعتقد أن هذه الادعاءات الفارغة هي جزء من الحرب الناعمة التي تشن على العمامة وعلى المرجعية وعلى المذهب بشكل عام؟ مولانا الأكرم، يعني تعرفون أنه الحرب لها أساليبها وطرقها، ومن الأساليب أساليب الحرب هي الحرب النفسية، والحرب النفسية بمعنى أنا أأتي بمؤسساتي الإعلامية بأبواقي الإعلامية والأقلام التي على حال تؤجر تؤجر ويسميها بالأقلام المأجورة، هؤلاء يأتون ويدغدغون نفوس الناس ويدغدغون مشاعر. تضرب بها الحوزة العلمية والمؤسسة الدينية. أضرب مثالا، عندما تأتي المؤسسات الإعلامية، انقطع الاتصال، الصوت الآن واضح سيدي. عندما تأتي المؤسسات الإعلامية تبين على أنه مثلا جياع في غزة وفقراء في اليمن، ومعدمين في أفغانستان بملابس رثة بملابس مسكينة وكذا جائعة، يوجهون الأنظار إلى تلك اللقطات، بعد ذلك يخرجون ويصورون المؤسسات الدينية والمدارس الحوزوية ويقولون انظروا أموالكم تذهب إلى هؤلاء وهؤلاء الجياع. هذه في الواقع أسلوب غير نظيف، وأسلوب غير على حال غير عادل في تصوير الواقع،
ويحاول أن يؤثر على نفوس الناس أنه أموالكم تذهب إلى هؤلاء، هذه البطون وهذه الشخصيات وهذه الوجوه، والناس في واقع الحال هم في أحوج ما يحتاجوا إلى الدرهم. هذا ضمن الحرب النفسية وضرب ضمن الحرب اللي سميتوها أنتم الناعمة، الحرب الفكرية الإعلامية التي كثير من الأحيان تلعب دور كبير أكثر من الحرب الشرسة الدموية. وتعرفون أنتم حتى الحروب العالمية جزء من المعركة كانت تديرها الحرب النفسية، والجزء الآخر كان يديرها المدفع والجيش والسلاح. فلذلك لابد المؤمن الملتزم المتدين خصوصا في هذه الأيام من شهر رمضان أن يلتفت ويتحصن ويتسلح بالعلم والمعرفة، ويحاول أن يبتعد عن الأبواق التي هي في الواقع وضعت وأبواق نشئت وأبواق أسست حتى تضرب المذهب والمرجعية. سماحة السيد عذرا عندي دقيقتين، عذرا على المقاطعة بدقيقتين. أجاز السيد المرجع السيد السيستاني حفظه الله أن يعطى الخمس من يد المكلف إلى يد المستحق، أليس هذا من شأن أن يزيل هذا الغبار ويبعد هذه الضوضاء عن مسألة إلى من يصرف وأين يذهب وأين؟ نعم سمحت السيد، في الواقع أحسنت. وأفضل الخطوة المهمة التي اتخذها سماحة السيد في رد هذه الهجمة من قبل البعثيين في وقتهم من قبل بعض العلمانيين الغير المتزنين والغير المنصفين، فسماحة السيد في أيام الحصار الجائر الذي كان على العراق بسبب سياسات الفاشلة للنظام البعثي البائد في قضية غزو الكويت، فرأى سماحة السيد أن يعطي رأيا وفتوى على أنه من كان في ذمته خمس فهو يدفعها إلى الفقراء، هو بيده يأخذها إلى الأرامل والفقراء والأيتام حتى يوصل الحق إلى أصحابه. وهذه الفتوى في الواقع لعبت دور كبير جدا في لجم وقطع هذه الألسن، ولكن للأسف الشديد لا زالت الأبواق على حال تتحدث عن هذا الأمر وتحاول أن تغيب هذه الفتوى. أيها الأصدقاء، سماحة السيد ممن يقول على أنه من كان في ذمته خمس فليعطه إلى أصحابه ويعطه إلى مستحقيه، هو بينه وبين الله، ما يحتاج أن يأخذ إلى المرجع ويعطيه إلى الوكيل. وهذا هو رأي سماحة السيد. والآن مئات، أنا أعرف مئات التجار في الواقع في أيام حرب داعش أو في أيام الآن في أخذها إلى الفقراء وإلى الأيتام وإلى العوائل الفقيرة بأنفسهم يبنون بيوتا ويدعمون، وهذا في واقع الحال رد هذه الأكذوبة بشكل من الأشكال. شكرا لكم سماحة السيد، كنت ضيفا عزيزا علينا في برنامجنا هذا، شكرا لحضوركم. كذلك شكري وخالص امتناني لكم أحبتي المشاهدين لحسن الرضا وحسن المتابعة. ألتقي وإياكم في حلقة قادمة، إلى ذاك الحين أستودعكم الله وأسترعيكم، في أمان الله وحفظه.